وهناك نوم مذموم، هناك نوم طبي صحي فيه شفاء، فيه سلامة لجسم الإنسان، فيه راحة لجسم الإنسان. هناك نوم مذموم ممقوت يورث الأمراض لجسم الإنسان. وأهل البيت عليهم السلام حددوا لنا الأوقات الصالحة للنوم والأوقات الصالحة للعافية والأوقات الصالحة للشفاء من خلال النوم. في كل شيء آل محمد عليهم السلام وضعوا لنا البذرة، في كل شيء وضعوا لنا أسس، في كل شيء وضعوا لنا قواعد، حتى في مسألة النوم. فهناك نوم ممدوح وهناك نوم مذموم يولد عند الإنسان الأمراض. أي نوم؟ وماذا يعرف؟ ماذا يسمى؟ يسمى بنوم الهلاك. نوم الهلاك، أتعلمون ما هو نوم الهلاك؟ نوم الهلاك وهو النوم في ساعة غروب الشمس. ساعة غروب الشمس هذا يعرف بماذا؟ بنوم الهلاك، ويسبب أضرار هذا النوم. واحدة من تلك الأضرار يورث النسيان، ويسبب الكآبة والجلطة الدماغية لدى الإنسان، وحتى يسبب المس الشيطاني. وكذلك يولد أو يولد البلادة لدى الإنسان. هناك فرق ما بين بلادة الذهن وفرق ما بين النسيان. كل هذه الأعراض بسبب نوم المغرب. الكل يشتكي عندنا حتى في الروايات، نوم المغرب يورث الفقر، نوم المغرب يجلب الكآبة، نوم المغرب يجعل الإنسان في حدة من عصبية وانهيار، نوم المغرب يسبب أضرار على الإنسان، أضرار روحية، فنعبر عنه بنوم الهلاك. ومن خلال الروايات نجد هناك تحذير عن النوم في هذه الساعة، وهي ساعة الغفلة. حتى يعني عندنا من الأخبار: لا تكنسوا فناء الدار في ساعة الغروب. وعدم الاختسال أيضا عندنا في ساعة الغروب، ولعله البعض يستهزئ في هذه الأشياء الروحية ولا يعلم أن عالمه هذا العالم عالم ماذا؟ عالم فيه عوالم متداخلة، فلا بد من احترام الأوقات. وقت النهار له أعمال خاصة، المساء له أعمال خاصة. لا تأخذ الأمور بطيش، وأخذ الأمور حاول أن تأخذها بعلم، خذها بدراية، خذها بثقافة. احترم الأوقات. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يحدد للإنسان الأوقات، يحدد أوقات للمنام، يحدد أوقات للطعام، يحدد أوقات لممارسة الرياضة، ويحدد أوقات لاستنشاق الهواء الطلق النقي في أي ساعة. آلية وهندسة وتصميم كامل طبي من خلال أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فيا حبذا أن تأخذ هذا الموضوع في جدية. وأنا أقول لك، نوم المغرب يسبب المس، ويجلب الفقر، ويجلب الكآبة، ويقطع ويعطل كل شيء. فعلينا الالتزام بهذه الساعة. إذن ماذا نفعل حتى ندفع كل هذه الأشياء؟ عدم النوم المغرب، ساعة الغروب أي غروب الشمس، وأن نعهد إلى القرآن الكريم، ونعهد إلى الأذان في البيت. هذه الأشياء الواردة عن أهل البيت عليهم السلام من قراءة قرآن ومن آذان في ساعة الغروب، ساعة غروب الشمس، قراءة القرآن أو الاستماع للآذان أو الاستماع للقرآن، كلها تولد طاقات إيجابية روحانية نورانية في البيت، وكذلك لعيال البيت. هذه كلها طاقات إيجابية وطاقات نورانية. ذكر الله سبحانه وتعالى نور على